نروح للكرة الطائرة رجال. زي ما قلنا دائما أبدا الكرة الطائرة بتحلق في مكان تاني خالص. طبعا الكرة الطائرة رجال الأهلي يهزم سبورتينج. دي كانت مباراة من أحد جولات الدوري الممتاز. النادي الأهلي فاضله 3 ماتشات، كسبنا المباراة بتاعة سبورتينج 3-0. احنا 3 ماتشات نكسب 2 الحمد لله ناخد الدوري. طيب الماتشين اللي معانا ان شاء الله، الماتش اللي جاي هو ماتش هيئه قناه السويس، هيبقى بكره على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. خليني اقول لحضراتكم انه لو فزنا المباراتين الجايين هنروح على المباراه الثالثه مع نادي الزمالك، هتبقى تحصيل حاصل، هكون لان المباراتين هيكونوا مع القناه وتلاعب جيش. فزنا المباراتين هنروح على مباراه نادي الزمالك، حاسمين بطوله الدوري العام، وبس هتبقى دي المباراه مباراه التقليد او استلام درع الدوري ان شاء الله. كل التوفيق لرجال الكره الطائره.